تقول: قال الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم: لا يكون اللعانون شفعاء ولا شهداء. ما صحة هذا الحديث؟ ومن هم اللعانون الذين ذكرهم الرسول في هذا الحديث؟ جزاكم الله خيرا. حديث صحيح. واللعانون الذين يكثرون من التلفظ باللعن، يلعنون، قد يلعنون أنفسهم، قد يلعنون إخوانهم المسلمين، وقد يلعنون دوابهم أو مراكبهم أو بيوتهم. فاللعان هو كثير اللعن، واللعن منهي عنه، هو كلمة سيئة وكلمة إثم، وقد يكون فيها عدوان على الناس الذين لا يستحقون اللعن، فهي كلمة خطرة. نعم.